إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من إيه؟ ثلاثة ليلة القدر في سورة واحد ثلاث مرات ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر. وبعدين إيه بيحكي عن شرفه؟ يقول تنزل الملائكة، تنزل أي تتنزل، يعني تنزل دائم لحد الصبح. تنزل الملائكة، مش بس الملائكة، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ده عشان الكتاب مش كده؟ أما لما نزل النور. لذلك قلت إذا كانت ليلة القدر خير من ألف شهر فإن الليلة التي ولد فيها سيدنا محمد خير من ألف ليلة قدر، لأنه لولا هذه الليلة ما كان قدر ولا شهر ولا كان أضحى ولا كان فطر ولا كان إسراء ولا كان معراج ولا نزل الكتاب. لأنه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانت توجد ليلة قدر؟ يا سيد حرية حرية